اليوم هذا النهار خاص لخاطر اليوم العالمي للسياحة، وراك تشوف ماذا بينا اليوم هذه البلاد في هذه المناسبة هذه ماذا بينا تنطلق السياحة لهذه البلاد اللي المدخول الوحيد اللي فيها للسياحة، النشاطات اللي فيها كل سياحية وثقافية. يعني فرحين بزاف لأن سمعنا باللي السياحة طلقت الحمد لله، هذه نحن طامعين فيها لخاطر من النهار اللي قطعت علينا السياحة قطعت علينا حتى البيع. في هذه التظاهرة عدة نشاطات بين يعني الثقافة والفرق الفلكلورية وقطاعات الشباب والرياضة وقطاعات السياحة، هذا إلا يعني للتناسق بين هذه القطاعات.